السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين قناة سلمى بروني أوفيسيال. إخواني أخواتي في الله، فيديو جديد وأخبار جديدة. اليوم الجديد على سعاد مسكينة اللي فغيمو جاتها عملية عاجلة، وبزاف الناس اللي دعوا معها في الفيديو السابق اللي دتها الإسعاف للمستعجلات. جاتها بحال شي جلطة دماغية بدك الصدمة اللي هي تصدمات بزاف ديال الضربات، لأن الإنسان كيبقى غير إنسان، لحم ودم ماشي حديد، راه الحديد وكيتصدى عسى ولا بنادم. فكل مرة كل مرة كل مرة الإنسان كيبقى كتجيه داك الصدمه، داك الضربه من العائله، من سيرتو هي جاتها الاخوان، ما نكذبوش على نفوسنا، جاتها من اعز الناس على قلبها اللي هما بنات كرشها. بنات كرشها يعني واحد الانسان يولد بنات ويرجعوا هما كيتحاربوا معاها في الدنيا، بلاصه يكونوا السند ديالها ويكونوا هي تكا عليهم. ان الانسان غادي وكيكبر وكيولد وليداتو باش يتكا عليهم. هي لا مسكينه قات بناتها كيتحاربوا معها، وهادشي كله من داك المسخوط اللي تزوجات به. يعني هادشي علاش كيقول لك اختار مع من تولد ولادك. راه كاين شي اب اللي كيحرض عليك وليداتك وكيبقى يعمرهم وكيبقى يكبر فيهم داك السم ملي وهما صغار، وكيكبرهم كيكرهوا الام ديالهم. فحسبنا الله ونعم الوكيل فيه في الرجال بحال هذا. اكيد اكيد غادي يدفع الثمن غالي، اكيد الدنيا دواره وما عرفش ربي باش غادي ياتيه وباش غادي يبليه. خوتي غادي نختصر عليكم ونحط لكم الفيديو ديال سعاد وهي داخل المستشفى ولا داخل الغرفه ديال السكانير وديال المهم ديال بزاف ديال الحوايج اللي كدير الاجراءات الطبيه باش تدخل دير واحد العمليه اللي هي اورجان ولا مستعجله. شنو نقول لكم الاخوان، انا نحط لكم الفيديو ولكن كل التفاصيل في الفيديو. ما تنساوش الاخوان اللي غيدخل بالصدفه يضغط على الزر الاحمر والجرس باش توصلوا فقط بالجديد اللي كنزلو على قناتي وقناتكم فضلا وليس امرا. وما تنساونيش بلي لايك جزاكم الله خيرا، وبارطاجيو الفيديو اللي كيحب سعاد يدعى معها بالشفاء. ونقول لكم انا خليكم مع الفيديو ديال سعاد والى اللقاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير يا رب. يلا اللهم لك الحمد، شكرا على الدعوات ديالكم، شكرا على التعاليق، شكرا على المساندة ديالكم. وهي سعاد كما كتشوفوها، زيدوا دعوا معها، زيدوا معها، زيدوا في الدعوات ديالكم معها، زيدوا في الدعوات ديالكم مع المشاهدين. ضربوا لها واحد الشوكة في العرق باش تدخل دير سكانر. دعواتكم معها، دعواتكم مع الله جزاكم بالخير. اللي كيبغى سعاد يدعي معها، يا ربي يا ربي يعطيها صحيحة جديدة ونوضها، يا ربي يا ربي اللي ورينا فيها شي حاجة خايبة، يا ربي حبيبي يا ربي حبيبي. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. اللهم ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل
ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. سمعت باش بنعمل سكانر وعلى ما يخرج السكانر ويقرا الطبيب يقول لينا شو غادي ندير ان شاء الله. الحمد لله اللهم لك الحمد وليت حال كنحس براسي حالتي، ولكن الحمد لله ضروري واحد يطيح و